ومن ضمن القضايا المهمة اللي أخذت حيز كبير في المناقشات خلال جلسات المنتدى هي تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والبيانات، وكمان الحفاظ على الخصوصية في ظل التطور الكبير اللي بيحصل في التكنولوجيا. خلونا نتكلم بتفاصيل أكتر. معانا على الهاتف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. سيادة الوزير، أهلا بحضرتك وصباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضراتكم واشكركم على الاستضافه الكريمه، وتحياتي واحتراماتي للمشاهدين الكرام. حضرتك شفت ازاي منتدى الشباب في نسخته الرابعه، وكمان المحاور والجلسات اللي اتكلمت عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحه؟ والله يا فندم رايت انه منتدى الشباب العالمي في نسخته الرابعه بلغ بالفعل ذروته من حيث دقه التنظيم والانضباط، من حيث تعمق المناقشات والدخول في تفصيلات قضايا في منتهى الاهميه، من حيث القضايا نفسها التي تناولها المنتدى اهميتها ودورها الفعال في مجريات الحياه في عالمنا المعاصر. كذلك رأيت مناقشات فعالة وجادة من كافة أطياف الشباب المشارك في المنتدى من مصر ومن مختلف دول العالم، حماس، طاقة إيجابية، علم، اقتدار، رغبة في التغيير إلى الأحسن. كل هذه القيم والمعاني القيمة كانت موجودة وحاضرة بشدة في المؤتمر. نعم سيادة الوزير، يعني كيف يتم محو الأمية الرقمية وده محتاج وقت قد إيه؟ الأمية الرقمية أمر في منتهى الأهمية، لأنه لا يمكن لجيل جديد أن يتعامل مع التكنولوجيا ويستفيد من ما تقدمه من مزايا ويطوعها لأهدافه ولمصلحته إلا ليس فقط محو الأمية الرقمية، ولكن التعليم الرقمي. محو الأمية الرقمية إنما هي خطوة لمجرد أن يتعامل الشخص مع التكنولوجيا ويستطيع أن يستفيد منها، الخطوة الأبعد أن يطوعها لخدمته في حياته، في عمله، في دراسته، في تدريبه. هذا أمر في منتهى الأهمية. طبعا مسألة إجابة لسؤال حضرتك، مسألة مستمرة كالتعليم العادي، جيل بعد جيل يعني يتلقى هذا التدريب ويعني يتقن كيفية التعلم استخدام التكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستفادة من مميزاتها، وأيضا تجنب مخاطرها وأضرارها. وهذا أمر في منتهى الأهمية، أن يدرك الإنسان كيف يحمي نفسه من مخاطر التكنولوجيا. هو أمر يعني هي عملية مستمرة لا تنتهي. نقدر نقول يا دكتور عمرو أن جائحة كورونا يعني سرعت من وتيرة التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، ولكن في بعض الأحيان بنتساءل عن إيه مفهوم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي؟ تمام، يعني إجابة للسؤال النص الأول من سؤال حضرتك، بالفعل إن كان للجائحة جانب إيجابي فإنها دفعت جانب كبير من المواطنين على أنها تستخدم التكنولوجيا وتقبل على الوسائل التكنولوجيا. ربما كان هناك تردد من البعض في استخدامها، الإنسان بطبيعته معتاد على ما هو معتاد عليه ولا يرغب في التغيير دوما، فالجائحة كانت دافع لهذا القطاع من الناس أنه يقبل على استخدام التكنولوجيا في كافة أنشطته، التعليم، التدريب، العمل، متابعة الأخبار، التواصل الاجتماعي إلى آخره. النص الثاني من سؤال حضرتك في منتهى الأهمية الحقيقة، ولو يعني تديني دقيقة أشرحه للسادة المواطنين السادة المشاهدين بأسلوب بسيط، هي الذكاء الاصطناعي عبارة عن إن أنا يبقى عندي حجم ضخم جدا من البيانات، وبعد كده أجري عليه مجموعة تحليلات معقدة وصعبة ومركبة وأستخرج منها نتائج. فلو جينا مثلا على تطبيق هذا العلم في مجال الطب، يجب أن أنا أدخل بيانات من ضمنها البيانات الجينية مثلا لمختلف الأجناس والأعراق لكي أستخرج نوع جديد من الدواء أو تركيبة كيميائية جديدة تساعد في علاج مرض ما. أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في هذا السياق إن أنا لما أجي أدخل بيانات المرضى أو الناس
اخذ في اعتباري كل الاعراق وكل الاجناس، ولا اقتصر على عرق او جنس او شعب معين الذي مركز الابحاث بينتمي اليه او الدوله اللي بتجري الابحاث يعني مواطنيها ينتمون اليه. يجب انه يدخل كل الاعراق وكل الاجناس بحيث ان الدواء يصبح فعال لكل الاجناس والاعراق. هناك مثل ضرب في المنتدى الشباب العالمي في نسخته الاخيره حول تطبيق اخر، انه قاضي في دوله من دول الغرب بيستعين بمنظومه الذكاء الاصطناعي لكي تساعده في اتخاذ قرارات الافراج عن المتهمين في القضايا، يعني في الحبس الاحتياطي، افراج عنهم في الحبس الاحتياطي. وجد انه دوما بيتخذ قرار باستمرار الحبس لعرق معين. تبين ان هذا لان كل البيانات المدخله على المنظومه لهذا العرق بيانات سلبيه تؤكد انهم هيهربوا لو افرج عنهم، فبالتالي دوما يتخذ قرار باستمرار الحبس. اخلاقيات الذكاء الاصطناعي كانت تقتضي انه يدخل كل الاعراق وكل الاجناس بحيث انه يتخذ قرار اكثر عدل. نعم طيب. فدي امر في منتهى الاهميه. مصر دوله رائده في هذا المجال، مصر تترأس مجموعه في الاتحاد الافريقي ومجموعه في اليونسكو لوضع ميثاق لاخلاقيات الذكاء الاصطناعي قبل ان تمضي الانسانيه قدما في استخدام هذه التقنيه الهامه في المزيد والمزيد من التطبيقات. نعم دكتور عمرو، يعني حضرتك كيف تابعت حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجميع الشباب لتبادل الافكار وكيفيه حل المشكلات والتقارب فيما بينهم؟ الحقيقه انه السيد الرئيس ضرب مثلا رائعا في التواصل مع الشباب خلال المنتدى، في تشجيعهم، في حثهم على المضي في العمل والجهد. ربما يعني امس كان مثالا رائعا لتشجيعه للفتاة التي تعرضت لتنمر خلال حياتها، ويعني شاهدنا كيف يعني يحنو عليها السيد الرئيس وكيف شجعها وكيف يعني حثها على أن تخرج وتسأله، وأجابها باستفاضة وبيعني أخلاق رفيعة. الحقيقة كانت محل اعجاب وتقدير كل من شاهد واستمع الى هذا الموقف الانساني الرائع. طيب دكتور عمرو، لو اتكلمنا عن مبادرات بناء القدرات الرقميه مفهومها ودورها في المجتمع. الحقيقه ده يعني امر مهم جدا متعلق بسؤال حضراتكم حول ليس فقط محو الامه الرقميه ولكن بناء قدرات رقميه. إذا كان لنا كدولة أن نسعى لأن تتبوأ مصر مكانها في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى الإقليمي والدولي، لا يتحقق هذا إلا من خلال توسيع قاعدة كوادر مدربة متعمقة في كافة أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. لذلك يعني وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حريصة جدا على التوسع في التدريب. وبس عشان يعني أقول رقمين ربما يعني يعكسوا هذا الاهتمام، احنا في خلال الاعوام الثلاثه الماضيه موازنه التدريب في وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تضاعفت 22 مره. الموازنه ده رقم كبير جدا. بالظبط، الموازنه كانت 50 مليون اصبحت 1100 مليون في 3 سنوات. وعدد المتدربين تضاعف 50 مره. كنا بنستهدف تدريب 4000 في السنة، هذا العام احنا بنستهدف تدريب 200000. ولكن هذا الانفاق لا اعتبره انفاق ولكن اعتبره استثمار. ليه؟ لان ضمن الذين دربناهم في العام الماضي مجموعة من الشباب دربناه على كيفية العمل في الخارج من مصر، يعني ابقى قاعد في بيتي في مصر وبشتغل في شركة خارج مصر اللي هو المهنيين المستقلين او الفريلانسرز كما نسميهم. هذا البرنامج كلفنا 13 مليون دولار، ولكن المتدربين في هذا البرنامج في عام واحد استطاعوا ان يصدروا خدمات رقميه ب 130 مليون دولار. فهذا استثمار في محله نحن مستمرون فيه، نتوسع فيه، وندعو كل الشباب ان يدخل على
موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، ويتعرف على المنح التدريبية المتنوعة التي يمكن أن تفيد في تحسين فرصه في العثور على عمل، في إيجاد مهنة، في التحول من التخصص الذي درسه في الجامعة إلى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل سهل. هناك يعني عشرات المبادرات التدريبية الموجودة كلها منح من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستطيع الشباب أن يستفيد بها. نعم، سعدنا بحضرتك كثيرا دكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا لحضرتك وصباح الخير.